العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة بحور اوفر يا معلم مش بالساهل وادي هو الليلة العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة بحور اوفر يا معلم ما تقلقوش يا جماعة، دي مش غارة، ده موعد الصحيان للمدرسة حسب التوقيت المحلي لحي المعادي، والنهاردة آخر يوم في السنة وبكرة بداية سنة جديدة. أنا عبد العزيز علي وعلوان وده بيتنا. الساعة دلوقتي 6:06. ما هي حاجة من اتنين، لا اما انت اللي حذفت المخده لا اما هي كانت بتحاول تنتحر. انا اللي حذفت المخده يا عبد العزيز، عايز حاجه؟ ويا ترى ايه اسباب الجريمه دي بقى؟ طبعا صاحي فايق ورايق، ما انت نمت امبارح بالليل وسايبني انا سهرانه اطبخ واروق في البيت عشان العزومه. ما انا الجاريه بتاعتك انت وعيالك، اعزم انت بس وانا اللي اتدبس في الطبيخ والترويق والتنظيف الا ما في حد فيكم بيساعدني. طبعا ما انا الجاريه بتاعتك انت وعيالك. على فكره انت قلتي انا الجاريه بتاعتك انت وعيالك مرتين، انا خدت بالي. هزر هزر، ما هو ده اللي انت فالح فيه. إلا حتى الخمس دقايق اللي كان نفسي أنامهم بعد المنبه ملل مستخسرهم فيه. ثبت علميا إن الخمس دقايق دول ملهمش أي لازمة في الكون. طب وفر بقى المحاضرة بتاعتك دي وروح أنت صحي العيال على ما نعمل الفطار. والله أنا رأيي إن أنت وأنت بتحضري الفطار صحي العيال وأنت بتكوني القميص.
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ربيع، القميص اللي حدفته لك ده اكويه وطلعه على طول. ها حاضر يا استاذ زيزو، حاضر. دي جميله مراتي، ربنا رزقها بجوز واولاد كل واحد فيهم ليه ذوق مختلف في الاكل، ورغم كده عمرها ما اشتكت. توب علينا يا رب من الخدمه في البيوت. ده كريم ابني الكبير في اخر سنه في اي جي، وده مخلينا كلنا بنحاول نهيئ له افضل جو للمذاكره. كريم سمعت الدكاتره في التلفزيون بيقولوا ان اي انفعالات مفاجاه بتبقى خطر على الطلبه، فبنحاول ما نفزعوش ولا نزعله ولا نفرحه ولا لينا دعوه بيه خالص. كريم لما اخترنا اسم كريم كل قرايبنا واصحابنا قالوا اننا قصدين نسميه كريم عشان يبقى كريم عبد العزيز، عشان كده رفضت ان اسمي بنتي عايدة عبد العزيز او لبنى عبد العزيز. ياسمين يا حبيبتي قومي يلا عشان متأخريش على المدرسة. ياسمين ايه والله سيبني شوية صغيري. يلا حبيبتي عشان متأخريش. يلا ياسمين يلا ياسمين العميلة ياسمين مهمتها الرئيسية نقل كل أخبارنا لمواقع التواصل الاجتماعي. بتعملي ايه؟ لازم الناس تعرف انها لسه صاحية من النوم. وانتي منكوشة كده؟ شوف مين الحيوان اللي بيرن الجرس بالطريقة دي على الصبح. ايه يا ابني فيه ايه؟ يا ابني قلت لك 100 مره ما تقعدش تلعب في الجرس كده. استاذ الصراحه بيفكرني بصوت البلابل حدانا في البلد يا زيزو بيه. زيزو بيه اسمي استاذ عبد العزيز، لا زيزو ولا بيه. ما تلعبش في عداد عمرك يا ربيع. يعني نلعب في الجرس والعب في عداد عمري؟ ايه الظلم وتجييد الحريه دي؟ يلا 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 يا لهوي. في ايه؟ انت كويسه؟ هبقى كويسه ازاي يا عبد العزيز؟ مش انا قايله لك هعمل انا الفطار وانت تصحي العيال؟ طب ما انا حاولت ان انا اصحيهم ويكفيني شرف المحاولة، بس الحكاية مش سهلة برضو. خلي بالك مش سهلة؟ يا خرابي. في ايه تاني؟ ايه؟ جود مورنينج يا ولاد. جود مورنينج مامي. يلا غيروا هدومكم بسرعة عشان تلحقوا البريكفاست. فعلا لا شيء يفوق الخبرة. جود مورنينج دادي. صباح النور يا كريم. ايه الولد بيقولك جود مورنينج دادي؟ طيب ما انا رديت عليه وقلت له صباح الخير. ما انا سمعتك جود مورنينج دادي ترد عليه تقول له جود مورنينج كريم. المدرسه منبهه علينا نتكلم معاهم انجلش. جود مورنينج دادي. جود مورنينج ياسمين، هاو ار يو توداي؟ هاو از يور هوم وورك؟ سيب الموبايل، الفيسبوك مش هيطير. لا مش فيسبوك يا ماما، ده انستغرام. شفتي؟ لا يعني عندها حق صراحة، انت ظلمتيها. طلع انستغرام. انت ايه الاخبار؟ عندك ايه النهاردة؟ 3 هكون هنا ان شاء الله، و7 هكون محضرة كل حاجة وفي شرف استقبال ضيوفك. ايه ضيوفي دول؟ ضيوفي دول اللي هم ابوكي وامك وابويا. ايه ابوكي وامك وابويا دي؟ اسمها باباكي والدك مش ابوكي. اولا في اللغة العربية اسمها ابوكي، وانا بتكلم عن اللغة العربية، ومش كل بقى راس سنة تعمل لنا مشكلة الصبح يعني يا جميلة. صحيح يا بابا، هو الاحتفال براس السنة حرام؟ مين اللي قال كده؟ مستر عبد الفضيل بتاع الدين. مستر عبد الفضيل يعني جاب الكلام ده من كتاب الوزارة ولا هو اللي اجتهد يعني؟ أنا بصيت في كتاب الوزارة ما لقيتش أي حاجة بتقول كده. تبقى دي مش محتاجة سؤال، ده رأيه الشخصي. أيوة يعني مش حرام؟ لا طبعًا مش حرام. طب إيدك بقى يا بابي على 200 جنيه عشان نعمل الديكوريشن بتاع الكلاس عشان نحفز راس السنة. وفي ناس بيقولوا حرام. ودي آخر فرد من أفراد أسرتي الغالية، شفيقة. أنا مش فاهم إيه سر حبك في شفيقة ده. يا ابن عشرة ايوه بس من حقك تغيرها، دي خلاص راحت عليها. هي مين دي يا بنت؟ شفيقة يا مامي. لا طبعا يا ياسمين ما اقدرش اغيرها، بقول لك عشرة. شفيقة دي من سن مامي. جرى ايه يا زيزو؟ انا من رايي يا بابا ان انت تخلي شفيقة معززة مكرمة وتجيب لك واحدة جديدة وصغيرة وحلوة، من حق الكبير يتدلع. لما لعلمك مامي بتدلعني بس مش قدامكم يعني عشان برستيجها. على فكرة كريم قصده على شفيقة.
لا معلش بقى، كل واحد يحدد هو بيتكلم على مين بالظبط، ما تدخلوناش في مشاكل. وبعدين انا هجيب فلوس منين؟ ما الفلوس كلها رايحه على المدارس الانترناشونال بتاعتكو والدروس الخصوصيه. ما تاخد قرض من البنك اللي انت شغال فيه يا ابني. قرض ايه تاني يا ابني؟ مش اما اسدد الاول القرض بتاع الشقه المودرن اللي انتوا اخترتوها؟ خلاص انا هخلي الامنيه بتاعتي في راس السنه ان احنا نجيب عربيه بدل شفيقه دي. ياسمين احنا قلنا 100 مره قبل كده محدش يقول على الامنيه بتاعته. بتكتبيها في ورقه وبنحطها في الصندوق مع بدايه السنه الجديده، بنشوف كل واحد كتب ايه. ها الله غير شفيقه قال ولا غيرها. بهزر بهزر. صباح الخير. سلام عليكم يا استاذ عبد الفضيل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي معانا ميس جميله. بسم الله. لا متشكره، انا فطرت في بيتنا، اصل هنا مكان عملي، والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه صلى الله عليه وسلم. هو في ايه يا ميس جميله؟ مفيش، اصلي قريت الحديث ده الصبح في كتاب الدين بتاع كريم ابني، وقلبت الكتاب من اوله لاخره ما لقيتش اي حاجه بتقول ان الاحتفال براس السنه حرام. لا، الاحتفال براس السنه بدعه طبعا، وكتاب الوزاره اغفل هذا الموضوع. مدام كده بقى يبقى قدام حضرتك حل من الاتنين، يا تيجي معايا الفصل عند كريم وبقيه الفصول وتقول لهم ان ده رايك انت الشخصي، او اقدم في حضرتك شكوى في الاداره التعليميه اقول لهم انك بترفض تدرس كتاب الوزاره. ها قلت ايه؟ ايوه يا فندم. الشيك سمع فعلا في الحساب. ايوه انا هقول لحضرتك حاجه. ثانية واحدة، خليك معايا خليك معايا خليك معايا يا ست انصاف. الو؟ ايوه يا فندم. مين؟ محل ايه؟ انا كنت طلبتكم فعلا حضرتك. انا كنت محتاج بس 2 كيلو سالزون وعايز دستتين جاتو. طب ثانية واحدة ثانية واحدة، انا هقول لحضرتك هقول لحضرتك. حاضر حاضر. الو يا ست انصاف. ايوه يا فندم. ايه؟ مليون مليون و 240 الف حضرتك؟ ايه ده، انا طالب 2 سالزون واحد. اسف. حساب حضرتك ايوه فعلا مليون و 240. حاضر حاضر يا فندم حاضر. يا الو يا ست يا الو. ايوه يا فندم. لا حاضر حاضر، جهزهم جهزهم وانا اعدي بعد ما اخلص شغل اعدي عليك اخدهم. حاضر ماشي، مع السلامه. يا ست انصاف بقول لك ايه، نادي البابا لو سمحت. لا يا ستي مش ابوك انت، ابوك انت ما هو اتوفى الله يرحمه. ايوه انا عارف ابوي انا. الحق مستر عبد العزيز. طيب يا ست انصاف اكلمك تاني. ايه خير في ايه؟ مستر محسن مع عميله بيسخنوا عليك. بيسخنوا عليا ليه يعني؟ عايزه يقدم فيك شكوى للمدير عشان انت مأخر اللي طلبه ولسه ما ردتش عليه لحد دلوقتي. الله يخرب بيتك يا شريف. انا مالي دلوقتي، انا غلطان اني جيت قلت لك يعني. ماشي ماشي ما تقلقش خالص، انا هصعد الموضوع ده للاداره، لازم الموضوع ده. في ايه يا استاذ عبد العزيز؟ خير يا استاذ؟ في ايه؟ انا قدمت طلب لكارد من اسبوع ولسه ما جاليش رد لحد دلوقتي، وانا مستعجل جدا عليه. حضرتك انا قلت لك قبل كده هجيب جواب من الاتش ار بمفردات الدخل بتاعك، اللي بناء عليه هنشوف هتقدر تسدد الاقساط بتاعت القرض ولا لا. تهالي الكلام ده قلته لحضرتك وحضرتك لغايه دلوقتي ما جبتش الجواب. خلاص انا بكره اجيبك الجواب باذن الله. تمام، اول ما تجيب الجواب هنمشي لك في الاجراءات على طول، وده الكلام اللي قلته لك قبل كده. شكرا استاذ عزيز. اتفضل. السلام عليكم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. ايه يا استاذ محسن، ايه لازمته اللي حضرتك بتعمله ده؟ انا عملت ايه يعني؟ راجل صديق قديم وكان بيحكي معايا، ما فيش حاجه يعني. العيب بقى على اللي جري عشان يبلغك. معلش، يا ريت حضرتك مالكش دعوه باي حد من التيم بتاعي، ويا ريت برضه حضرتك ما تتدخلش في شغل بتاعي. يعني انا الحق عليا اني كنت بهدي العميل عشان ما يطلعش للمدير؟ انا اقول الكلام تاني، يا ريت حضرتك مالكش دعوه باي حد من التيم بتاعي ومالكش دعوه بشغلي، ويا ريت حضرتك تخليك في شغلك. استغفر الله العظيم، هي ناقصاك انت كمان يا عم محسن. الو. ايوه بابا. بقى اخيرا انا بابا رديت. لا مفيش مفيش، واحد بس معاكنن عليا هنا في الشغل. لا لا لا، مشاكل الواحد بيعدي عليها سهل يعني. مستر عبد العزيز ممكن تساعدني اخلص المذكره دي؟ اصلها صعبه جدا، انا مش عارفه اخلصها لوحدي. هو انا ناقصك انت كمان؟ ما تشوفي اي حد من زمايلك يساعدك. الله، انت بتزعلني ليه؟ انا ما عملتش حاجه. انت انا لا معلش منفعل شويه. اتفضل اتفضل، ارتاحي ارتاحي بس. عادي عادي يا كمان عادي. لا مفيش يا بابا، دي موظفة جديدة معانا في البنك. لا انفعلت عليها شوية. لا مفيش. واحدة خاطفها ايه بس يا بابا؟ وانت مخلف توفيق قد ايه؟ اطلع من دول يا ننس انت. يا ولا انا هرشك جن مصور، بس ربنا هداه. او مراتك تاخد خبر بالموضوع ده؟
على بابا برضو. استني يا زيزو، بتعملي ايه يا ست انصاف؟ اسكت يا حميد، اصل انا عامله نفسي بلمع الاكر عشان اتصنت على مكالمات البه الكبير. اصل الست هانم شك ان هو بيخونها مع الرقاصه اللي بتشتغل في الكباريه اللي هو بيسهر. كباريه ورقاصه ايه؟ الله يخرب بيتك يا بابا. اهدى معلش، الست انصاف دي من ريحه ماما الله يرحمها، وهي اللي مربياني. ما انا مستحملها عشان كده. يعني ايه هنرميها في الشارع مثلا؟ ايوه. لا يا سيدي، الزهايمر عالي جدا عندها، انا اللي بخدمها مش هي اللي بتخدمني. نهايته هعدي عليك على الساعه 9 كده. ها لا، قبلها ما ينفعش، قبلها عندي رندفو يا حبيبي. يلا سلام. انا بابي هياخدنا الاجازه الجايه ويودينا برشلونه. انا بقى بابي عنده اوتيل في الغردقه، 2 في شرم، 1 في العين السخنه، هنقضي كام يوم في كل واحد. انا مامي قالت لي لو نجحت في كل المواد وجبت ايه هتجيب لي ايفون 7. ايفون 7 ايه يا بنتي؟ انا بابي هياخد توكيل ابل في الشرق الاوسط كله. وانا هدخل فيلم احمد السقا الجديد. وايه يعني؟ مع اي حد فينا ممكن يدخل فيلم احمد السقا الجديد؟ وانا دادي ممكن ينتج له فيلم. لا لا انتوا مش فاهمين، انا هدخل فيلم احمد السقا الجديد امثل فيه. ايه؟ إيه؟ زي ما بقول لكم كده همثل. ايه 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 يا كيمي؟ وبعدين وبعدين هتقعدي ساعه بحالها تعيطي؟ خلاص يا ست انا اسف، انا اعتذرت لك، انا اسف. انا عارفه ان انا فاشله، بابي دايما بيقول لي كده، كل الناس بتقول لي يا كيمي عمرك ما تنفعي في حاجه، كيمي فاشله. انا لازم انتحر، انا رايحكم مني. لا 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 تنتحر ايه؟ لا 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 يعني اهدي بس، هتهدي بالنا مصيبه يعني. لا اهدي اهدي، تنتحري ايه؟ لا كيمي مش فاشله طبعا ولا حاجه. بجد مستر عبد العزيز؟ طبعا كيمي قمر، كيمي جميله. الله 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 يا ما شاء الله، والحارس الله، لكن جيت في وقت غير مناسب. يا رب يكون الصوت ده مش هو اللي في بالي. انت ازاي تدخلي كده من غير استئذان؟ اتنيلي اسكتي خالص، مش ناقصه تجويد منك. اهلا يا حماتي. طب بعد اذنك يا مستر عبد العزيز. اتفضلي يا كيمي. يا زفته يا كيمي، يا زفته يا كاميليا. اهلا يا حماتي. اهلا وسهلا. اتفضلي 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 اتفضلي. اهلا وسهلا، البنك نور والله. تشربي ايه؟ لا يا عبد العزيز انا مش عايز اشرب دلوقتي، دهانت كلها سنتين ثلاثه، واشرب شربات ولادك اللي بقوا شحوطه قد الحلوه، ام فيونكات اللي عامله شعرها كده، اللي جيت لقيتك مقصوف 2 شبه علامه الاستفهام وعمال تطبطب عليها. ده انت قلت اهو يا حماتي بنفسك، يعني هي من دور عيالي، يعني انا لقيتها متوتره وحاسه انها فاشله، فابتديت اهديها يعني كاب كاخ. اخ اهي بتبدا كده، اخ اب، مش مشكله هتتطور تبقى ايه. على العموم ما تخافش يا عبد العزيز، انا مش هجيب سيره الجميله عشان ما تخليش ليلتك الليله دي منيله بنيله، لا ولا عشان انا جدعه وبنت ناس، انا مش هجيب سيره علشان بحب اشوفك كده مكسور ومذلول قدامي. ربنا يكرم اصلك يا حماتي. الله يخليك، انا كنت جايه لك في شغل. لا تحت امرك، البنك كله تحت امرك. خير يا حماتي؟ كنت عايزة أعرف حساب حماك كام. حسابه الشخصي؟ أيوة. لا حضرتك، يعني عشان تطلعي على حساب أي حد تاني في البنك لازم يكون حساب مشترك ما بينكم انتوا الاثنين، أو يكون هو عاملك توكيل يسمح لك إن أنت تطلعي على حسابه الشخصي. ده نظام بنوك. يا إما أنا أتصل بجميلة دلوقتي وأقول لها اللي أنا شفته مع كيمي. لا لا لا، هو رقم بطاقته كام؟ لا هو مش رقم البطاقة، ده أنا جايبة لك صورة البطاقة نفسها. أيوة. لا حالا حالا أقول لك. اتفضل. لا والبطاقة كلها كمان. هو الحساب بتاعه فيه 900 جنيه بس. بس إيه يا عبد العزيز؟ بس إيه كام؟ قول. هو عنده وديعة ب 250 ألف جنيه. حماك عنده وديعة ب 250 ألف جنيه هنا في البنك؟ أنا قلبي كان حاسس. حماتي معلش، يعني أنا عايز أطلب منك طلب، يا ريت يعني ما يعرفش إن أنا اللي بلغتك بالموضوع ده، لأن ده هيتسبب في فصل من البنك وبالتالي بنتك هيتخرب. اطمن يا عبد العزيز، ما تقلقش من الناحية دي. بيتكم ان شاء الله عمران بحسك وحس مراتك،
بس انا عايزاك تبدا تعمل اتصالاتك من دلوقتي، تشوف هتعمل عزا حماك فين، في الحمديه الشاذليه ولا تحبه في عمر مكرم ولا في جامع الرحمن الرحيم، عارفه؟ اه طبعا. مع السلامه. صباح الخير يا ميس. من امتى بتقولي يا ميس؟ حضرتك ممكن لما تيجي تكلمي حد من المدرسين بتوعي تقولي لي الاول ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو عبد الفضيل قال لك حاجه؟ مستر عبد الفضيل ما قالش حاجه، بس كل المدرسين اللي كانوا موجودين في الاوضه حكوا اللي ما كانواش موجودين، والمدرسه كلها ملهاش سيره غير اللي انت عملتيه في مستر عبد الفضيل والشكوى اللي انت عايزه تقدميها فيه. اه طبعا، اما لاسيبه يفتي من دماغه ويقول لكم اي حاجه؟ انا ما قلتش كده، بس كان ممكن تحلي الموضوع من غير الشو اللي انت عملتيه ده. شو؟ ايوه شو. انت مهمكيش تحلي المشكله قد ما كان همك المدرسه كلها تقول ايه ده، دي ميسيس جميله كسفت جبهه مستر عبد الفضيل. ميرسي قوي يا استاذ كريم على الطريقه اللي انت بتربيني بيها. اي خدمه تانية؟ ماما انا بقيت راجل، مفيش راجل في الدنيا كل ما يقع في مشكله يجيب مامته تحلها له. جميلة صحيح يا ماما اخبارها ايه؟ ما اتصلتش؟ ماما هتتصل ازاي؟ هي مش مامتك ماتت؟ لا الله يرحمها، انا بتكلم على ماما، مامتك يعني. مامتي انا بتقول لها يا ماما؟ ما انت على طول بتقول لها يا حماتي. شكلك عامل عاملة. لا عاملة ايه؟ ولا عاملة ولا حاجة يعني. افتحي الباب لنناية ياسمين. لا انا اللي افتح لها، خليك انت ياسمين. اهلا اهلا. ازيك حماتي؟ ازيك يا ابن العزيز؟ ايه؟ قلت لي على عينك، حماك طالع ورايا. أنا ما قلتليش حاجة. ماشي. ازيك يا جميلة؟ أهلا أهلا حبيبتي. وأنت طيبة. إيه يا ابني؟ أهلا. مش قلت لك مليون مرة تصلحوا الأسانسير ده؟ لا يا حمادة، هم كلهم ثلاث أدوار. ما هو أنت إن شاء الله بعد عمر طويل كده لما تبقى زي حالتي كده أهو هتقول يا ريتني كنت وفرت صحتي لليوم ده. آه صحتك وفلوسك. تقصد إيه؟ لا ولا حاجة ولا حاجة، اتفضل يا حماد اتفضل. اتفضل. جدو حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ جدو عامل ايه؟ ازيك يا جميل؟ ازيك يا بابا؟ كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. يا بابا انت ايه اللي جابك بدري؟ انت مش قايل جاي الساعه 9؟ اسكت ما تفكرنيش، الرندفون ضرب، الجو جاله كريزت كده. ايه ده، هي عندها كام سنه؟ بس يا ولد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم. جدي اهلا اهلا. ازيك يا حماتي؟ ازاي كيمي عبد العزيز؟ كيمي ايه؟ لا كيمي ايه؟ مين كيمي دي؟ لا مفيش، دي سمكة عندي انا اصلا، حطيتها كده في حوض في البنك يعني. السمكة اللي انت اصطدتها؟ والله ولا اصطدتها ولا حاجة، دي يعني ارزاق. رزقك في رجليك. ايه حماتي؟ معلش يا جماعة، الولاد عندهم مدرسة بكرة الصبح، فنعتبر دلوقتي الساعة 12 ونطفي الشمع وكل واحد يتمنى أمنية. لا قبل ما نطفي الشمع وقبل ما أي حد يتمنى أي حاجة نشوف بقى الأمنيات بتاعت السنة اللي فاتت، كل واحد كتب إيه وإيه اللي اتحقق منها. تعالي اتفضلي يا حماتي اتفضلي. شكرا يا عبد العزيز. وادي المفتاح. أول أمنية بقى. أتمنى السنة الجاية بابا يرضى عني وأتعلم أسوق شفيقة. أهو أنا طبعًا. وطبعًا يا بابا قعدت أتحايل عليك طول السنة عشان تعلمني السواقة وحضرتك ولا أي حاجة. ولا عمرك هتسوقها ها؟ آدي تاني واحدة أهي. أتمنى أحضر حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي. دي طبعًا ياسمين، وما حضرتيش حتى حفلة عبد الباسط حمودة في ساحل رود الفرد. أتمنى عيلتي كلها تبقى بخير وأولادي يبقوا مبسوطين ومراتي تبقى مناضل مناضل. اللي مكتوب بجد يا جماعة، أتمنى أخلص إقساط قرض الشقة عشان آخد قرض جديد أغير بيه شفيقة. شفتي؟ دي ورقتي. أتمنى أخلص الرسالة السنة دي، وطبعاً ما عملتش أي حاجة في الماجستير وده بسبب حضراتكم. أتمنى الزهر يلعب ولاقي واحدة مولات. لا الورقة دي دخلت غلط، ما تتقريش على الملأ. أو اللي يقول على الملأ هو اللي يقول بقى إيه، الظهر يلعب واحدة مولعب. ها خد يا حماد. هات يا زيزو، نفسي اللي في بالي يتحقق،
ده انت يا عبد يا خوفي منك يا بدران لا يكون اخر عشاء. خد احمد. هات يا سيدي هات هات. نفسي السنه الجايه يبقى عندي بيت صغير على البحر اعيش فيه الباقي من عمري. يا سلام. بيت صغير على البحر يبقى اكيد دي امنيه نجاة الصغيره. لا 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 دي بتاع السكينه لان دي الورقه الاخيره. يبقى صح فعلا. بس طول عمرك رومانسية ها؟ بس بقى يا زيزو ما تكسفنيش. يلا بقى يا جماعة كل واحد يكتب أمنيته الجديدة عشان نحطها في الصندوق ونقراها زي دلوقتي السنة الجاية إن شاء الله. يلا هتقلم إقلام ورق 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 ورق. هو ليه يا زيزو كل مرة مفتاح الصندوق بيبقى معاك أنت؟ لأن أنا راجل أمين وما خونش الأمانة. نورة يا حمادي. ده نورك يا زيزو. انت شرفت يا بيه. ايوه انا جيت. الساعه كام في ايدك دلوقتي يا واد يا عبد العزيز؟ يا ست انصاف انا مش عبد العزيز انا عليوه. ما تغيرش الموضوع ورد على قد السؤال. الساعه كام في ايدك؟ الساعه 10:30. البيت ده بيت محترم وليه سمعته وانا مش هسمح لك ترجع لي كل يوم والتاني متاخر يا سي عبد العزيز. يا ست انصاف أنا راجع من بره دماغي مصدعة، الصبح نناقش موضوع عبد العزيز ده، ها؟ الله يرحمك يا أمو زيزو، رحتي وسبت لنا الهم ده. راحت فين ها؟ قولي يا عبد العزيز. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا نهار ابيض. ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده زيزو وهي دي عيلته، هو ده يومه وهي دي ليلته، هو ده زيزو وهي دي عيلته، هو ده يومه وهي دي ليلته. ايوه انا زيزو، ما فيش غير زيزو، ما فيش غير زيزو، ايوه
زيزو، ايوه انا زيزو.